لا طبعا يتعلق كما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودور مصر فيها بالتأكيد، وده شيء مفهوم، لكن فيما يتعلق بقضايانا الداخلية أو قضية التعامل مع الإرهاب. والحقيقة دكتور طارق كان دايما الحديث أنه مصر بحكم أنها طرف أصيل في المعادلة ما بين الفرقاء الفلسطينيين مضطرة للجلوس والتحاور مع كافة الأطراف بما فيها حماس، لكن من ناحية تانية حماس وغيرهم متهمين بالضلوع في عمليات الإرهابية، فيقولك إزاي إحنا بنعمل ده وبنقول عليهم أن هم وراء الإرهاب ومضطرين للجلوس جلوس معاهم في نفس الوقت. هل في تصور حضرتك أو قراءة سياسية لعلاقة حماس بالأحداث أو تراجعها عن تفجير الوضع في سيناء لو جاز التعبير، ده شيء ممكن إن هو يتم أو في اختلاف في التعامل حماس مع الوضع في مصر؟ يعني خلينا نقول إنه في جزء من هذا التحرك المصري مرتبط طبعا بمراجعة المواقف المختلفة للفصائل الفلسطينية، ليس حماس وحدها وإنما سائر القوى الفلسطينية، ربما لأن حماس موجودة في قطاع غزة، لكن القاهرة اتخذت إجراءات عديدة طوال الفترة السابقة لتقديم تسهيلات للأشقاء الفلسطينيين، وقدمت تسهيلات كثيرة شهد بها القاضي والداني في إطار تخفيف الإجراءات على الحصار، وكانت الرسالة المصرية المستمرة أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يفرض الحصار وليس مصر، وبالتالي هذه التسهيلات الكبيرة من مصر وهذا الدور الكبير اللي بتلعبه مصر طبعا يجب أن يتفهموا الجميع في المعادلة الفلسطينية على مختلف طبعا تصنيفاتها المختلفة، وبالتالي الانفتاح المصري على حماس جزء من سياسة مصرية مباشرة في هذا الإطار، وهو ضرورة أن يكون هناك يعني مناخ جديد يتشكل في العلاقات المصرية الفلسطينية بعيدا عن بعض التحفظات هنا وهناك. أعتقد أنه مهم قوي لأنه مصر دولة كبيرة ومصر تنظر القضية الفلسطينية على أنها القضية العربية المحورية الرئيسية، وأعتقد أنه كل الأشقاء الفلسطينيين في كل الفصائل الفلسطينية مدركين لهذا، وهم كانوا حريصين بصورة أو بأخرى حتى في مؤتمر موسكو وما دار في اللقاءات الأخيرة حتى في بيروت. هناك طبعا توجه جديد نحو تفكيك عناصر الأزمة اللي استمرت طويلا واللي طبعا لها تداعيات مباشرة على الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد القاهرة يعني لها دور كبير، ودور مصر طبعا لا يحتاج لتعليق، وهذا الكلام نقوله ليس لأننا مصريين، لأنه طبعا بطبيعة الحال أي تطورات فلسطينية يعني تخدم الملف الفلسطيني، الحركة المصرية في مجلس الأمن كما تعلمت الفترة الأخيرة هناك تركيبات كبيرة، أيضا السائد صائد عريقات التقى مع وزير الخارجية المصري منذ عدة أيام في القاهرة، فهناك حركة مصرية تجاه كل القوى الفلسطينية ليس تجاه طيارتنا. دكتور طارق معلش.